بغداد ايش تتذكر؟ والله بدي اطلب مدرسية اتذكر دائما كل يوم لي بصورة واضحة يعني. اوكي. كنت اروح للمسبح. اوكي. شرداق. اوكي. صبحيات. بالشط. بالشط. اي. صباح وبعد الظهر كمان. واو. مرتين باليوم. كل يوم بضمن. من الصباحيات يعني من الغبشة تروح. من الغبشة. بالرجعة. اي. وقت رجعون البيت. اي. وكنا نمشي. بوجونا من الشردار لفوشيه البارتي. اي وين ما كنت مساكنين؟ هون. ايش غادي يطول؟ 20 دقيقة. 20 دقيقة اوكي. 20 دقيقة كانوا اهل اللبن يقعدون بالبنوت. اي بالشارع. على ضربك. اي تاخذ لك تشرب لك لبن. لبن. واو. كان لبن عادي لو لبن من هذا المدخن؟ مدخن كان؟ لبن عادي. لا لأن اكو لبن اربيل مدخن يصير. هذا لبن عادي. لبن عادي. هاي العطلة المدرسية كانت كلتها يعني. بس هاي مو انت، هاي كلهم كانوا يسووها. طلعون انتم كم واحد تطلعون؟ كلكم صدقان. وبعدين مرات هم الجزرة والماي نزل من ال وتطلع الجزرة ويسوون غيوق ونيكي مو ويقعدون يغنون مش بالليل. انت لذلك عندك هذا الولع مال الموسيقى. انت تغني؟ بالحمام. زين تعزف على شيء يعني؟ تعزف على شيء يعني؟ زين اشون انت بديت بهاي؟ كل الناس يعجبهم ام كلثوم، اغلبيه الناس تعجبهم ام كلثوم، تعجبهم عبد الحليم وهذا، بس انت رحت كم درجه؟ لا انا ابتديت بام كلثوم. ام كلثوم. بعد يعني بعد ما انتهيت من ام كلثوم بعض الاشخاص هذا الكتاب مال ام كلثوم.